شو هاد؟ موبايلي. مين بدق لك يعني؟ والله العظيم ما بعرف. شوف شوف شوفي. أمي أمي ما تردي. بس إذا ما رديت رح تضل تتصلها. ردي بس ديري بالك. ها ديري بالك رفيف. ايه ماما. لا لا أنا. لا نحنا مو بالشام، بالجبل. وشو عم تساوي بالجبل؟ اخوكي بده يهج وانت قاعده عم تصيفي. حبيبتي انا بشغل، بحكي معك بعدين. ايه ولك امتى بعدين لحتى يكون اخوكي هج؟ رفيف ارجعي فورا. يمكن ما بقدر ماما، يمكن. لك شو ما بتقدري؟ وين جوزك؟ عكرمه. عكرمه معي هون. ولي على قامتك يا ابو سينا، هالولد ما رح يلاقي مين يرده. وينه وينه جيمي؟ اعطيني لاحكي معه. جيمي تعا، اختك بدها تحكي معك. الو. ايه جيمي. شو قال بدك تسافر؟ ايه والله ناوية هالمرة. جيمي حبيبي اسمعني منيح، اهلك ما طلعوا بهالدنيا الا فيك وفيني، يعني نحنا حيلتهم. بقى مو حلوة تعمل فيهم هيك باخر عمرهم وتقهرهم. طيب وحياتي انا؟ بعرف انك بدك تشوف حياتك، بس انت وعم تشوف حياتك دير بالك عليهم، حرام يلي عم تساوي فيهم. ليك حبيبي انا مو ضد انك تسافر، بس مو هلا. طيب امتى لكان؟ لك شو بيعرفني امتى؟ على الاقل استنى لحتى ارجع. هذا اذا رجعت. رورو ليش هيك عم تحكي؟ فيك شي؟ لا 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 ما فيني شي ما فيني شي. بس حبيبي الله يخليك لا تسافر قبل ما ارجع، واذا ما رجعت دير بالك على اهلك. ايه حبيبي. ليك شو بدي اقول لك، بطارية الموبايل رح تخلص، فانا بس لاقي تليفون بحكي معكم. ايه اعطيني امك بدها تحكي معك. الو. ايه ماما. ايه حبيبتي خلص خلص، جيمي ما عاد رح يسافر لحتى انا ارجع، وبس انا ارجع خلص منلاقي حل. ليك يا حبيبتي ماما انا بطارية الموبايل رح تخلص فبحكي معكم بعدين، يلا باي. اخوكي بده يسافر؟ ايه بده يسافر، وامي وابي رح يصفوا لحالهم اذا انا كمان صار لي شي، وهن مساكين كتير، ها كبار بالعمر ختايرة ما في حدا يدير باله عليهم. انتو ساكنين بالشام؟ والله اذا جوزك الفهيم هلا استعجل وجاب لي البنت، يعني تلت ساعة بتكوني مع اهلك الكبار الختايرة المساكين. ليكي عكرمة فهيم وبيستعجل. ما شاء الله مبين.